تذكر موقف محرج اتعرضت ليه على الهواء؟ موقف محرج اتعرضت ليه على الهواء في بدايتي في قناة الحياة، بس مش هقدر اقول الاسامي. في اول برامجي واستوديوهاتي كنت يعني قلقان جدا، برعش، بتهته، الامور صعبه. وانا ده الدرس اللي اتعلمته في حياتي كلها في الاعلام، يعني ما بفضل الله، يعني الحمد لله، ما تسال اي حد دخل علينا في اون مثلا، محلل، مذيع، نعرف كويس قوي ان انت واحد مننا، تيجي تقعد تتغدى معانا وتخش والاستوديو ونهزر ونهرج وافكك وبتاع. فطلعت اياميها مع اتنين، يعني كان فيهم حد هو عايز يثبت قدام الشاشه ان انا يعني جامد، ان هو جامد وان انا تعبان، فكان بيضغط، والضغطه بتخليك تهنج، انت بتبقى محتاج دايما اللي يدعمك ويقول لك، بالذات في بداياتك انت ما عندكش حاجه سند عليها. خلي بالك ان في الاعلام مع كل حلقه محتاج يقول لك انت كويس، الناس بتفكر ايه يا عم انت بقالك 10 سنين، لا ده انت مثلا واحد من الناس الكويسه في الشغلانه دي فانت مش محتاج حاجه. لا لا، كل واحد محتاج واحد يقول له النهارده كويس. في بداياتك بقى انت يعني قول دلوقتي، انت لو حتى قال لك حاجه انت عندك تاريخ تسند عليه، انت ما عندكش حاجه خالص. اللحظات دي كانت صعبه، يعني حد انت بيدوس عليك وانت عايز، فاهم قصدي، تخش ند الند وانت مش ند الند، ما عندكش حاجه مؤهله كده، فهو مش شايفك قوي، فبتبقى الدنيا صعبه. جلس عليا مرتين في استوديو والدنيا هنجت مني، وسمعته بيكلم الناس في القناه، فاهم قصدي، عم ده ما ينفعش، ده يعني امور بالنسبه له صعبه، ما ينفعش تطلع مع ده، يعني الدنيا صعبه بتاع مش عارف ايه. ثم بفضل الله بقى بعد كده يعني كان قال لي بقى، يعني ما كنت بقى قبل بقى ولا يوم من ايامك، وايام جميله، تعرف الدنيا بتتغير. الضيف اللي تتمنى محاورته؟ كابتن محمود الخطيب.